السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها لمناقشة تداعيات وملابسات عودة عناصر تنظيم القاعدة إلى محافظة أبين. القاعدة مجددا في أبين، عودة تعدت الظهور المفاجئ والتواجد الهامشي إلى السيطرة على مناطق في لودر أحد أكبر مدن المحافظة من حيث التجمع السكاني. العودة تأتي بعد أشهر من إعلان الحكومة الشرعية تحرير المحافظة والاتجاه نحو تمشيط الجيوب المتبقية لعناصر التنظيم في المناطق النائية، لكن ما حدث اليوم كان العكس تماما لما قيل بالأمس. روايات وملابسات كثيرة عن السيطرة الجديدة لتنظيم القاعدة، أبرزها أنها تمت نتيجة انسحاب القوات الحكومية من تلك المناطق، الأمر الذي سهل مهمة التنظيم الإرهابي في الظهور والسيطرة. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي ملابسات عودة تنظيم القاعدة في محافظة أبين إلى الواجهة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية لمواجهة هذه العودة؟ نتابع المزيد في هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بعملية إرهابية جديدة يستهل تنظيم القاعدة ظهوره في محافظة أبين، تفجير مقر للأمن في مدينة شقرى وحجز أمني بالقرب من محطة الكهرباء في لودر جاء كإعلان عن عودة التنظيم إلى واجهة الأحداث بعد أشهر من اختفائه. وفي مدينة شقرى الواقعة على شواطئ بحر العرب عاود التنظيم ظهوره بعد أشهر من طرده نهاية العام المنصرم بعملية واسعة للجيش الوطني وبمشاركة من التحالف العربي. ومجدداً عاود التحالف العربي شن غارات مكثفة ضد معاقل التنظيم بعد ساعات من محاولته الانتشار في مناطق عدة للمدخل الشرقي لمدينة لودر بعد انسحاب قوات الحزام الأمني منها. لمدة 6 أشهر استطاع الجيش أن يترك أبين هادئة حينما طرد عناصر تنظيم القاعدة من أغلب المدن، وبالأمس فقط عاود التنظيم نشاطه، لكنه تعرض لقصف من طيران التحالف بمشاركة طائرات الأباتشي التي شوهدت تحلق على مستوى منخفض في سماء مديرية لودر. وشكلت ملاحقة القاعدة والنيل منها ضربة موجعة للتنظيم الذي لقي ظروفا ملائمة للتمدد والتوسع في ظل الحرب التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة ضد جماعة الحوثي الإنقلابية، وهو ما ساعد أيضاً على توسع نشاط التنظيم في أكثر من محافظة، خصوصاً في المحافظات الجنوبية كحضرموت وشبوة. ويخشى سكان محليون في المحافظة من عودة تنظيم القاعدة إلى السيطرة الكاملة على المدن، خصوصاً في ظل الانسحابات التي تنفذها قوات الجيش المعروفة بالحزام الأمني. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ هذه الحلقة مع الصحفي من محافظة عدن، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن الأزرق. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناة مكتش. أهلا ومرحبا أستاذ فتحي. في البداية، كيف تقرأ عودة تنظيم القاعدة لمحافظة أبين إلى الواجهة بعد أن كانت أعلنت الحكومة الشرعية طردها من محافظة أبين بشكل تام؟ الحقيقة سبب عودة القاعدة وانسحاب قوات الحزام الأمني في أبين هو لضعف الحزام الأمني في الأساس وبنية التركيبية خلال الأشهر الماضية. للأسف الشديد هناك أجهزة أمنية كثيرة في عدن ولاحق أبين لم تؤسس بشكل أمني صحيح، ولجأت الجهات التي تشكلت هذه القوات إلى استخدام مقاتلين مدنيين لقيادة أجهزة أمنية. قلنا أكثر من مرة بأن هذه الأجهزة الأمنية هي بحاجة لضباط من الجيش أو من قوات الأمن المتدربة الفاهمة على العمل الأمني الصحيح، وهذه فقط وحدها التي يمكن لها أن تدفع بالعملية الأمنية إلى الأمام. لكن ما حدث هو تجميع المئات من المقاتلين المدنيين وتلبيسهم الزي الرسمي ودفع بهم كقوات نظامية. هذا جزء من المشكلة. والمشكلة الثانية هي أن تواجد القاعدة في أبين هو تواجد كبير ويعود إلى العام 2011، وقوة القاعدة في أبين هي ليست مثل القوة الموجودة في محافظة أستاذ فتحي أستاذ فتحي ينطلق من أبين. نعم، أفهم من كلامك أستاذ فتحي بأن يعني تريد القول بأن الأجهزة الأمنية في محافظة أبين ربما يعني تديرها يعني عناصر ليست لديها الخبرة الكافية لإدارة هذا الملف الخطير في محافظة أبين بالكامل. يعني هذه جزئية لا يختلف عليها أي شخص
هناك غياب للمهنية نعم للحرفية في مجال العمل الأمني، والكل تحدث أكثر من مرة في عدن بأن الأجهزة الأمنية في عدن وفي لحج وحتى في أبين هي بحاجة لإعادة صياغتها بشكل كامل. يمكن لهذه الأجهزة أن تعمل مجددا بطريقة نعم صحيحة في حال ما تم اختيار أفراد متدربون نعم على العمل الأمني بشكل سليم. نعم طيب أستاذ فتحي، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث نائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور. أهلا ومرحبا بك سيادة اللواء. ربما ليست المرة الأولى في محافظة أبين تعلن الحكومة الشرعية وتعلن أنتم في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالسيطرة على محافظة أبين وطرد تنظيم القاعدة ما إن تمر أيام حتى تعود إلى الواجهة من جديد. لماذا يعني محافظة أبين بهذه الصورة؟ شكرا لكم. أولا شكرا لك ولضيوفك الكرام. أولا أطمئن للجميع عبر قناتكم الفاضلة أنه أبين يعني لا زالت تحت السيطرة، وأن أبين لا زالت يعني محمية بأبنائها، وأن هناك يعني بعض الثغرات التي ربما قد أشار لها يعني ضيفك الكريم فيما يتعلق ببعض يعني ثغرات يعني في بناء يعني أجهزة الأمن في المحافظة، لكن الأمور ليست كما يروج لها. طبعا الترويج هذا أتى بعد إيش؟ بعد الانتصارات التي حققت في المخا. أنا الآن قبل أن ألتقي بكم كنت على اتصال بمدير أمن لودر، وكنت يعني وطمني أنه نحن يعني موجودين وفي مؤسساتنا والأمور تجري على ما كانت عليه من السابق. حصل أنه يعني 4 دراجات يعني مشبوهة زي سيارة دخلت إلى مدخل مدينة لودر، تم التعامل معها في حينه. يعني المواطنين وضعوا أنفسهم إلى جانب يعني الأمن واللواء الموجود يعني في لودر، والوضع يعني إذن طبيعي. نعم إذن سيادة اللواء لا صحة للأنباء التي تقول نعم سيادة اللواء إذن لا صحة للأنباء التي تقول بأن مديرية لودر سقطت بيد عناصر تنظيم القاعدة. أنا مسؤول عن هذا الكلام، أقول لك وعبر يعني قناتكم المفضلة أنه على يعني الناس أن يتوقعوا الحذر في نشر يعني المعلومات المخلوطة. لودر يعني تحت سيطرة الأمن والجيش الوطني وايضا ابناء يعني مدرج لودر، ولا صحه لهذا الخبر على الاطلاق. نعم سياده اللواء، ربما ضيفي الكريم فتحي بن الازرق ذكر معلومه خطيره بان السبب يعني او ارجى الاسباب لظهور تنظيم القاعده ما بين الفينه والاخرى هو عدم وجود اجهزه امنيه ذات كفاءه وقدره عاليه تتعامل مع هذه العناصر، ومن يديرون هذه الأجهزة ربما إمكاناتهم بسيطة جدا أو ممن ليس لديهم خبرة عسكرية كافية، ما رأيك؟ والله أنا يعني بقول يعني أنه يعني من السابق سابقا وأقول يعني في الفترات الماضية يعني وقبل يعني 2010 الأجهزة اللي كانت موجودة كانت شريكة هي وهذه العناصر التي تسمى الآن يعني بالقاعدة والدواعش. بعدها وبعد اتخاذ قرار بإعادة هيكلة القوى الأمنية والقوات المسلحة يعني في إطار يعني مخرجات الحوار الوطني، طبعا هذا المسألة لم تتم إلى الآن على أسس صحيحة وسليمة. مع الاحتلال يعني ومع يعني خروج كل الوحدات الأمنية التي كانت من السابق يعني إلى صنعاء، كان علينا لزاما أنه نحن لازم نعيد يعني بناء تلك الوحدات. نعم. كثير من الشباب تدخلوا يعني معنا وفي المؤسسات الأمنية فعلا عندهم نشاط، لكن افتقدوا إلى الخبرة، يفتقدوا إلى التجربة يعني في إدارة الأمن. نعم. هذا مضاف إليه طبعا عوامل أنه الإمكانيات المتاحة يعني محدودة. نعم هل فعلا سيادة اللواء حدث انسحاب لبعض قوات الحزام الأمني في مديرية لودر وهو ما تسبب بحدوث هذه الاختراقات وأيضا بعض الأخبار التي تداولت بأنهم سيطروا على المديرية؟ يعني الموضوع هذا موضوع الحزام الأمني، انتشار القوى الأمنية يعني الحزام الأمني كان في فترة يعني عندما كان الوحدات الأمنية لم تكن جاهزة التي هي يعني تتبع يعني المؤسسات الأمنية بشكل مباشر، يعني فجاء يعني الحزام الأمني كمبادرة وبدعم من التحالف
يعني وبالتنسيق يعني مع قيادة المنطقة ووزارة الداخلية ليحل مؤقتا حتى انه يتم اعادة انتشار الامن. الان يجري اعادة هيكلة، وبالتالي يتم سحب الوحدات التي كانت يعني من الحزام الامني الى عدن حتى يتم ادماجها مع الوحدات القوات المسلحة او وحدات الامن حتى لا تظل خارج يعني النطاق المؤسسي. نعم. يعني عندما شاهدوا ان المواطنين وبعض الناس يعني انه انسحبت هذه الوحدات الى عدن، يعني ارسلوا دفعه من الاشاعات انه هذه الوحدات انسحبت وانه المديريات سقطت وانه يعني البوارج تقصف، يعني كلام غير لا له اساس من الصحافه. نعم. طيب سيادة اللواء تكرم بالبقاء معي، أعود إلى الصحفي فتحي بن الأزرق. أستاذ فتحي، النجاح الذي حققه الحزام الأمني في محافظة عدن، يعني لماذا لا تنعكس هذه التجربة تنقل إلى محافظة لحج ومحافظة أبين؟ ما هي الموانع وهي تدار من قبل التحالف العربي بشكل عام؟ أولا أنا لم أسمع حديث ضيفك الكريم، لكن أعتقد ربما ضيفي الكريم نعم فتحي نعم حتى تكون في صورة ما ذكره نائب وزير الداخلية سيادة اللواء، هو قال ونفى جملة وتفصيلة بأن مديرية لودر لا زالت تحت سيطرة القوات الشرعية، ولا صحة للأخبار التي تحدثت بأنه تم السيطرة عليها، وإنما حدثت بعض الاختراقات تم التعامل معها، ولودر هي لا زالت تحت سلطة الشرعية والحياة تبدو فيها بصورة طبيعية. هذا فيما يخص مديرية لودر. وفيما يخص سؤالي، ربما سمعت ما كنت أقوله، يعني تجربة النجاح الذي حققه الحزام الأمني في محافظة عدن لماذا لا تنقل إلى أبين ولحج وهي تديرها قوات التحالف العربي؟ حسنا، أولا يبدو أن نائب وزير الداخلية لا يتابع الأمور على أرض الواقع بشكل جيد. أناط القاعدة انتشروا أمس في لودر وقاموا بتفجير أكثر من مبنى أمني في المديرية، لم يعترضهم أحد، لم يتم التعامل معهم من قبل أي طرف، هم انسحبوا بإرادتهم الشخصية وبعد تدخل بعض وساطات المشايخ في هذه المنطقة. هذه نقطة أولى. نعم. ثانيا، للتأكيد على أن الحزام الأمني يعمل بطريقة مفصلة أو أن القوات الأمنية في أبين تعمل بطريقة مفصلة، أؤكد بأن نائب وزير الداخلية شخصيا هو لا يشرف على الحزام الأمني ولا يشرف على القوات الأمنية هنا. للأسف الشديد في عدن، في أبين، في لحج تعمل القوات الأمنية بشكل مفصل وتديرها جهات مختلفة، في الغالب هي لا تخضع لوزارة الداخلية لا من قريب ولا من بعيد. فأعترف أن هذا الكلام ربما يكون مؤلم بعض الشيء، لكن هذه الحقيقة التي يجب أن تقال. نحن بحاجة إلى أجهزة أمنية يجب أن تخضع أولا وأخيرا لقيادة وزارة الداخلية، إدارات الأمن في عموم المحافظات. هذه النقطة الأولى. نعم. النقطة الثانية، لماذا نجح الحزام الأمني في عدن؟ عدن مدينة صغيرة مقارنة بمحافظة لحج وأبين. عدن مدينة مدنية، يمكن لأي حملة أمنية أن تحدد وجود العناصر المطلوبة ومن ثم تقوم بعملية المداهمة. حدثت مواجهات في عدن وتمت إرسال الأمن ولو جزئيا، وفي مناطق كثيرة نجحت في عدن لأن المدينة أساسا محصورة. لكن الوضعية العامة في أبين وضعية مختلفة. أبين مدينة منطقة قبلية ومنطقة جبلية ومفتوحة، وعناصر التنظيم تهاجم من أطراف معينة مختلفة وتستخدم الاحتكاك. نعم فتحي، النجاح أو الذي حققته القوات الأمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية في محافظة أبين، طرد القاعدة، تواجد الدولة ولو بنسبة يعني نسبة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت قد القاعدة سيطرت بشكل كبير على محافظة أبين، ألا يحسب لهذه القوى رغم الإمكانات الضعيفة ويعني عدم وجود دعم كافي؟ في الأساس هناك نقطة مهمة جدا جدا يجب التوقف أمامها، وهي أن القاعدة التي هاجمت أبين في 2011 ليست القاعدة التي تهاجم أبين اليوم. القاعدة اليوم في أضعف حالاتها المعنوية والمادية، وكل المقومات الخاصة بالقاعدة صارت أضعف. القاعدة اليوم إذا قارناها 100% في 2011 فهي اليوم لا تتجاوز أكثر من 25%. نعم. وسائل الدعم استقرت إليها القاعدة، عنصر الجذب إلى القاعدة صار ضعيف جدا، خصوصا بعد المتغيرات التي حصلت خلال الحرب. لذلك لا يمكن مقارنة وضع القاعدة في 2011 بوضع القاعدة اليوم، أو من ثم انتقال إلى المقارنة مع القوات الأمنية الأخرى. القوى الكفة بالتأكيد أنها ترجح لإصلاح القوات الأمنية، لأن أساسا مشروع القاعدة ضرب بشكل كبير في هذه المناطق
الكثير من الناس الذين كانوا يتعاطفون مع القاعده او الشباب المقرر لهم فهموا كثير من ابجديه اللعبه ومن ثم انسحبوا. لذلك فالوضع مواتي بشكل كبير. اذا ارادت الدوله ان تبسط نفوذها في ابيان في لحفه المناطق فالحاله في البلدان الشعبيه هي مؤيده بشكل كبير للدوله، وهو تأييد لم يحدث طيب. منذ ربما عشرات السنين. نعم. طيب استاذ فتحي، اعود لسياده اللواء نائب وزير الداخليه ناصر اللقشع. سياده اللواء، اذا ضيفي الكريم يقول بأن هناك المزاج الشعبي في محافظة أبيان ربما وفي معظم المحافظات بأنه يساند الشرعية ويتمنى تواجد الدولة ويدعم ذلك، إذا ما الذي يمنع الدولة من أن تمد الأجهزة الأمنية بالاحتياطات اللازمة والإمكانات التي تمكنهم من القضاء على ما تبقى من عناصر القاعدة، لا سيما بعد أن أصبحوا ربما بصورة بسيطة جدا مغاير لما كان في السابق؟ اولا اشكر يعني ضيفك الكريم واؤكد له انه معلوماتي بالنسبه للودر يعني هي صحيحه، وبامكاني اعطيه رقم التليفون لمدير امن اللودر ليتاكد من الوضع يعني القائم الان هناك. نعم. اثنين، بالنسبه لما يتعلق يعني بالتحالف والامن، انا اقول انه نحن طرف واحد، نحن والتحالف طرف واحد وليس طرفين. يجب ان يكون الحديث واضح، تمام؟ نعم. نحن طرف واحد، نحن والتحالف وليس طرفين. يعني قد تكون هناك يعني تجاربنا تختلف من مكان لآخر يعني في إدارة الأمور، لكن نحن نعمل يعني معا يعني، وبالتالي إذا هناك أي قصور من أي طرف يجب أنه يكمل الطرف الثاني. نعمل حاليا طبعا على يعني كما قلت على تحويل كل القدرات المادية التي سخرت أول للقوة من الشباب يعني إلى تحويلها إلى الأجهزة الأمنية التي بدأنا الآن نعيد يعني هيكلتها، بدأنا ندفع مرتباتها، بدأنا ننشرها يعني، والأمر يعني في الطريق لنشر القوى الأمنية يعني المشكلة من يعني قناتين، القناة الأولى هي القوى الأمنية القديمة والقناة الثانية هي الشباب المنتسبين الى الامن يعني. نعم. في تلك الاجهزه. نعم، مقارنه بالقوات الامنيه والعسكريه في المحافظات الاخرى التي بدا صرف رواتبهم، ما هو وضع ابناء القوات المسلحه والامن في محافظه ابين؟ هل تم تسليم رواتبهم؟ لان هناك ربما قبل فتره ليست بالبعيده كان معي مدير امن محافظه ابين وكان يشتكي من عدم تسليم رواتب المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية، وهذا ساهم بصورة أو بأخرى في يعني عودة تنظيم القاعدة وعدم تواجد للقوات الشرعية بالشكل المطلوب حتى يتمكنوا من مواجهته. لا لا، صحيح. بالنسبة لعملية دفع المرتبات، تم دفع المرتبات لكل الأجهزة الأمنية وأيضا الألوية المرابطة في محافظة أبين، يمكن يعني لا زال الدفع جاري في اللواء 111 يعني المرابط في شرق المحافظه، ولكن بقيه الاجهزه تم استلام مرتباتها. يعني لدينا موضوع الان الحزام الامني وهم من الشباب اللي تطوعوا ويجري حاليا يعني معالجه الوضع. نعم. هناك اخبار تقول بان هناك توجيهات من رئاسه الجمهوريه من الرئيس عبد ربه منصور هادي بدعم محافظه ابين بقوات امنيه وعسكريه جديده، صحه هذه الانباء؟ طبعا الرئيس هو يتابع هذا الموضوع، وفي دعوه غدا يعني للجنه الامنيه العليا لمحافظه ابين، وسيحضرها ان شاء الله يعني وزاره الداخليه والدفاع، سيتم مناقشه توجيهات الاخ الرئيس وسيتم العمل على انفاذها ان شاء الله يعني في وقتها. نعم. سياده اللواء، عوده مثل هذه الاعمال بين الفينه والاخرى في محافظه ابين، اليوم في لودر و قبلها كان في شقرة وفي العديد من المناطق في محافظة أبين، يعني الإجراءات التي قمتم بها كإجراءات فعلية علكم تحدوا من هذه الأعمال ولا تفتحوا المجال مرة أخرى لعودة هذه العناصر والسيطرة على مؤسسات الدولة فيها؟ نشر التطرف الفكري والإرهابي وتعميق يعني مخالبه في المجتمعات المحلية وبالذات في المناطق الشرقية لا يمكن ان يتحقق يعني بجهد امني لنفسه. نحن نقول انه يعني القضاء على مثل هذه الظواهر لازم يتم عمل يعني مشترك، عمل سياسي وعمل يعني تربوي وايضا تنموي
وايضا قضائي وامني في الاخير. يعني اذا اردنا ان نستفتح يعني جذور هذا التطرف، مجلس الوزراء وقف امام هذه الظاهره وشكل يعني فريق متكامل من على المستويات القياديه يدرس وضع استراتيجيه متكامله للتعامل مع اثار التطرف الفكري والارهابي في اليمن بشكل عام. نعم، اشكرك جزيل الشكر نائب وزير الداخليه سياده اللواء ناصر لخشع، كنت معنا من محافظه عدن. وايضا عوده للاستاذ فتحي بن الازرق. استاذ فتحي، من وجهه نظرك الان الاجراءات السريعه والعاجله التي يجب على الحكومه ان تشرع فيها علها توقف مثل هذه الاعمال التي تعود بين الفينة والاخرى في محافظه ابين. انا ارى انه يجب على السلطات اولا ان تنشر وحدات عسكريه تابعه للجيش كخطوه اولى. هناك عشرات الالاف من العسكريين الذين تسلموا رواتبهم خلال الاشهر الماضيه وعادوا الى بيوتهم، اذا استدعوا هذه القوى العسكريه، سلموها سلاح، ارسلوها الى ابين ووزعوها على المعسكرات التي اساسا كانت موجوده في ابين. في ابين اللواء 115 وفيها اللواء 111 وفيها اللواء 119. ثلاث ألوية يمكنها واللواء تقريبا 15 بزنجبار، فيها أربع ألوية تقدر أن تبسط سيطرتها على المحافظة بشكل كامل. نعم. أنا أؤيد دعوة الأخ نائب وزير الداخلية التي قال فيها أنهم سيجتمعون غدا، نتمنى أن نرى تحرك عاجل وسريع، لأنه سقوط أبين بنت القاعدة سينعكس بشكل كبير على وضع الشرعية، خصوصا إذا علمنا قبل قليل أن الإدارة الأمريكية أعلنت أن المدمرة كول عادت إلى سواحل اليمن. المدمرة كول تعود بعد حوالي أكثر من 20 عام أو لا أدري كم بالضبط. نعم. منذ 2000 تقريبا، منذ 99 عام تقريبا. عودة المدمرة كول هي إشارة أن ربما يكون هناك تدخل أمريكي وشيك في اليمن، وهذا ما لا نتمنى جميعا أن يحدث. لذلك فالواجب على الحكومة، فالواجب على وزارة الداخلية، فالواجب على وزارة الدفاع التحرك عاجلا وسريعا لوقف حالة التدهور في أبين. هذا سينعكس، أي تدهور في أبين سينعكس على عدن، سينعكس على لهج، سينعكس أيضا على سير المعارك في المخاض، وهذا ما لا نتمناه جميعا. أشكرك رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن الأزرق، كنت معنا من محافظة عدن. عودة أخيرة ينضم إلينا من الرياض الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد السلام. قراءتك أنت لعودة عناصر تنظيم القاعدة مجددا في محافظة أبين في هذه الفترة مع التقدم الذي تحققه قوات الشرعية في الساحل الغربي وفي العديد من الجبهات؟ أولا أعتقد ربما قد تحدثنا حول هذا الموضوع في حلقة من حلقات قناة القيس خلال الأيام الماضية. نعم. وأنا قلت وأكرر الآن هذا القول، أن تحركات تنظيم القاعدة الآن ليس بالطريقة المنظمة التي كانت عليها كإمارة تحاول أن تبنيها داخل أبين، وإنما بطريقة العصابات، وربما التضخيم الإعلامي الآن أكبر بكثير من حجم تحركاتهم. يعني عندما يقوم 5 أشخاص باستحداث نقطة أو بالتواجد في مكان معين أو تفجير مقر أمني أو في مكان، هذا هو إخلال أمني لكن ليس سيطرة. وتنظيم القاعدة لن يسيطر من الآن وصاعدا على أي منطقة، وإنما سيقوم بإحداث عمليات ربما فردية أو جماعية للإخلال بالأمن. هذا الأمر يرتبط ارتباط كلي بالأحداث الموجودة في اليمن. أولا، نعم. لا زالت الدولة ضعيفة. ثانيا، لا زال هناك استغلال واضح جدا من طرف الانقلابيين لهذه التنظيمات، وواضح نحن نعرف أن الذي يدير غرفة العمليات الآن للانقلابيين هو شخص كان يدير عمليا في الفترة الماضية أيام علي عبد الله صالح، كان يدير عمليا التعامل مع القاعدة خلال فترة من الفترات، وبالتالي لا زالت المفاتيح والكلمات السر لا زالت موجوده عند النظام الانقلابي. من تقصد، نعم استاذ عبد السلام، نعم، من تقصد من بيده مفاتيح هذه اللعبه مع عناصر تنظيم القاعده التي كانت يعني كان خط التواصل متواجد من النظام السابق مع الرئيس المخلوع وحاليا؟ أنا لا أتحدث عن أشخاص، ولكن منظومة الجهاز الأمني، نعم، والتي تدير عمليا الآن الانقلاب هي التي كانت تدير مكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية. نعم. وبالنسبة الآن
كان حصل تقدم للجيش، وخلال الفترة الماضية هناك توجه إقليمي من إيران أولا، وتوجه محلي من الإنقلابيين لإشغال أو لإدخال الولايات المتحدة الأمريكية في على خط المعركة في طريقة واحدة، وهي مكافحة الإرهاب للغض عن ما تقوم به ميليشيات إيران من خطر على الأمن اليمني والأمن الإقليمي والأمن الدولي في ممر مضيق باب البندال. هذا الأمر معروف، وكلما تقدمت القوات العسكرية التابعة للجيش اليمني وبدعم قوات التحالف، كلما تقدمت خطوات إلى العاصمة صنعاء، كلما تقدمت خطوات لتحرير مدن، أنا أعتقد أن العمليات ستكون أكثر جرأة لتنظيم القاعدة خلال الفترة القادمة. نعم أستاذ عبد السلام، من خلال ما ذكرت يعني تريد القول بأن يعني ما تقوم به عناصر تنظيم القاعدة هذه الأيام في محافظة أبين من بعض العمليات يعني المحدودة والغير يعني ربما لا تهدد المؤسسات الحكومية هي بسبب عدم تواجد الدولة بالشكل المطلوب أجهزتها الأمنية، أليس كذلك؟ هذا جانب، يعني هناك عدة عوامل أنا ذكرت. عامل ضعف الدولة لا زال موجود، وهذا معناه الاختلالات الأمنية ستظل موجودة معنا خلال الفترة الانتقالية، فترة الانتقال ما بين الحرب والسلم، فترة الانتقال ما بين لا دولة ودولة، هذه ستظل موجودة معنا. ثانيا العامل الثاني الأساسي هو التقدم على الأرض من قبل القوات الشرعية، هذا يكسب طبعا الخصم البحث عن ورقة جديدة غير الورقة ورقة الميدان التي بدأت تتساقط من يده، وهي ورقة الإرهاب دائما التي يستغلها كلما تقدم الجيش اليمني، كلما استغل هذه الورقة أكثر. نعم. عموما في العموم أقول وأكرر مرة أخرى أنهم لن يستطيعوا أن يسيطروا على مدينة مثل ما سيطروا في 2011 قاعدة أبين عندما سلمت تسليم هذه المدن وهذه المعسكرات. القاعدة الآن ستقوم بعمليات فردية وعمليات إرهابية هنا وهناك واغتيالات وتفجيرات، لكن ليس بمستوى السيطرة. أستاذ عبد السلام، يعني سؤال أخير فقط، ما تقوم به الحكومة الآن من عمليات عسكرية في مواجهة تنظيم القاعدة، هل هو كافي من أجل يعني الحد من انتشار هذا الفكر، أم يجب على الحكومة أن يعني تقوم بخطوات أخرى فكريا على الأقل لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي الذي ربما وجد بغيته في محافظة أبين وأصبحت ربما إلى حد كبير تجد تعاطف من المجتمع في هذه المنطقة إن صح التعبير؟ نحتاج خطوات متعددة وليس خطوة واحدة، وهذه الخطوات يجب أن تكون متوازية ومتزامنة مع بعض. الخطوة الأولى، الخطوة الأساسية، هو إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على الأرض. الخطوة الثانية تدريب قوات خاصة لمكافحة الإرهاب وعمليات الحرب، حرب العصابات وليست الحرب النظامية. الخطوة الثالثة في الجانب استعادة الدولة ومؤسساتها، القضاء والخدمات، هذه كلها ستخفف كثير. الجانب الفكري هو خطوة من الخطوات التي يجب أن تخطوها الدولة، لكن لا أعتقد أن الآن الأولوية لهذه الخطوات. والخطوة الفكرية ربما من المهم جدا أن نقول أن الحرب التي قام بها الانقلابيون، الحرب ضد اليمنيين، أكسبت القاعدة كثير من التعاطف، وهذا أمر سيء جدا نعترف به، لأن الطائفية التي والنهج الطائفي التي قام بها الحوثي خلال الفترة الماضية بدعم علي عبد الله صالح أكسب تعاطف القاعدة، ونحن علينا الآن استعادة الدولة ومؤسساتها وإعادة حلم اليمنيين لوضعه الطبيعي بدولة وقانون وليس من خلال حروب طائفية متلاحقة ودورات صراع مستمرة. رئيس مركز أبعاد للدراسات الأستاذ عبد السلام محمد، كنت معنا من الرياض عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بدوري أيضا أشكر ضيوفي الأكارم نائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع، وأيضا الشكر لرئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن الأزرق، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني حتى الملتقى في حلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.